كريم مجددة، تحية والترحيب. دعونا نبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية. الفاف الآن تنجح في تغيير جنسية إبراهيم مازا وأمين شياخة نجم نادي كوبنهاغن الدنماركي. أين وصلت الأمور أمين مع لاعبين آخرين؟ شوف، بخصوص شياخة، اليوم تم ترسيم توقيعه لعقده الاحترافي الأول مع نادي كوبنهاغن، وهو الأمر الذي كان يشكل عقبة في طريق انضمامه رسميا إلى المنتخب الوطني الجزائري. الآن قضي على هذه العقبة رسميا. كان اللاعب قد تكلم مع الاتحادية الجزائرية، أعطى موافقته، ولكن كان ينتظر فقط فرصة توقيع أول عقد احترافي له، وهو ما تم اليوم. نبارك لهذا اللاعب. الآن ملفه، ملف تغيير جنسيته، دفع والأمور تسير على ما يرام. تقريبا لا يفصل اللاعب عن المنتخب الوطني الجزائري إلا ربما بضعة تربصات، أو ربما سيكون حاضرا في التربص المقبل، من يدري. هذا الأمر يعود إلى الناخب الوطني. إبراهيم مازا أيضا تم تغيير جنسيته الرياضية، أو على الأقل العملية تسير في الطريق الصحيح وتقترب من الانتهاء. العملية لم تكون سهلتين بتاتا، مثل ما حدث في ملف الظهير الأيمن فارسي، حيث اصطدمت الاتحادية الجزائرية برفض شديد وقاطع من الاتحادية الكندية التي رفضت تجنيس اللاعب أو تغيير جنسيته الرياضية، وهو ما دفع الاتحادية الجزائرية إلى ممارسة حقها القانوني بالذهاب إلى أروقة الفيفا. في آخر المطاف تم تجنيس اللاعب. نفس الأمر حدث بالنسبة لإبراهيم مازا وأمين شياخة. إبراهيم مازا الذي رفضت الاتحادية الألمانية عملية تجنيسه، ولكن في آخر المطاف الفيفا أنصفت الكاف والعملية تمت، وهناك لاعبون آخرون أيضا تحت الرقابة، من بينهم أيضا مغناس أكليوش أو مغنيس هكذا ميدو. نعم، سنتحدث عنه بعد قليل، لكن دعنا نستمع لرأي علي بن دبكة بخصوص تحركات الفاف هذه الأيام، تحركات حثيثة من أجل جلب عناصر جديدة لتدعيم المنتخب الوطني، يريدون تشبيب المنتخب. بطبيعة الحال دوك حنا كما نقولوا بعد جيل 2019 اللي حاز على كأس إفريقيا بقيادة الأرمادة تاع اللاعبين اللي كانوا في هذاك الجيل، الحق الوقت وين لازم ضخ دماء جديدة للفريق الوطني اللي قادرة تمد الإضافة وتمد نفس جديد للفريق. من جهتي وأنا رأيي لازم تكون كما يقولوا الانتداب او التجنيس يكونوا مدروسه، يكون مدروسه بيان سور مع المدرب، احتياجات الفريق الوطني في جميع المناصب، باش ان شاء الله نكونوا نعاودوا. ما هي المناصب التي ترى بان المنتخب بحاجه الى تدعيمها؟ والله يعني هي دوك احنا انا نقول باللي بالك جواب صريح عليه. انا نقول بالك قلب الدفاع، في قلب الدفاع كاين على الجهه اليمنى نشوفوا باللي عطال لو ميت ماشي كثير، عنده اصابات كثيره، ينجم يكون لا كيفارسي قدم مردودا جيدا وطمأن المدرب في المباراه. لكن احنا انت عندك دوك يجوك منافسات كبيره، كاس افريقيا، تاهليات تاع كاس العالم. قلب الدفاع الى المشكل، شاهدنا ثنائيه جميله المره الماضيه بين بن سبعيني وتوغاي. لا يعني ننجم نقول بن سبعيني هو انا نشوفه اكثر من جهه اليسرى في قلب الدفاع. لازم يكون عندك منافسه في كل منصب، لازم تكون منافسه، لان المنافسه هي اللي تطلع من من من, من مستوى اللاعبين. كي يكون اللاعب انا جزت على هذه المرحله والشيخ بنا بالك يشاطرني، كي نلقى روحي انا في البوست ما عنديش منافس، داير في بالي بلي مام المقابلات راح نكون انا. بصح كي يكون عندك منافسه ويكونوا لاعبين ذو مستوى تخليك توجر تمد مردود مليح في النادي تاعك، باش ان شاء الله كي تجي الفريق الوطني. ما هي المناصب التي تحتاج الى تدعيم عاجل؟ عاجل انا نقول بالك في الهجوم على الجهتين، لان نشوفوا باللي احنا مازال ما لقيناش نقولوا الخليفه، باسكو رياض محرز ولا حتى من هيه بالرحمه ولا بليلي بالرحمه، اللي رغم انه عنده دوك اعوام اللي راهو في الفريق الوطني ماناش نشوفوا
ما نقولوش ما راهش في المستوى، لكن ما عندوش الاستمراريه ولا بالرحمه تاع النادي تاعو. نشوفوه في ليون يقدم مستويات مليحه، لكن كي يجي الفريق الوطني تشوفوه مذبذب. علامة استفهام، هل نقدر نقول عليه بلي هذا لاعب تاع نادي برك ماشي تاع فريق وطني؟ ما نقدرش انا مازال مانيش حاب نحكم عليه ولا نحطو راسه في المقصله، لكن لازم يكون تدعيمات على الجناحين الايمن والايسر، لاعبين شباب قادرين يخلقوا الفارق على غرار اللاعبين اللي قلت عليهم كانوا في هادو تاع الاروقه. ان شاء الله احنا اللي خلاص القول اللي يجي اللي يقدم ويجي يعرق على جل هذا الاعلام ويفرح هذا الجمهور هو ان شاء الله اللي مدى بينا نزيدوا ندعموه ونعطوا له الفرصه. نعم، ماغنيس أكليوش، كثر الحديث عن هذا اللاعب يامدو في الايام الاخيره الماضيه، قدم مباراة كبيرة أمس أمام نادي برشلونة وسجل هدفا، وقال بعد المباراة أن اللعب في دوري الأبطال كان يعتبر حلما منذ الصغر، أما التسجيل في مرمى نادي مثل برشلونة فهو هدف يسعى إليه كل لاعب محترف. أكليوش خطف الأضواء في المدة الأخيرة، لعب مع المنتخب الفرنسي، ما هي المسافة التي تفصلها عن الجزائر؟ هل سنرى هذا اللاعب يدعم المنتخب الوطني ميدو؟ أنا أكون صالح وتعرفني صالح جدا. تفضل. المسافة التي تفصله بين وبين الجزائر هي ديدي ديشون. إلا استدعاه ديدي ديشون فغيبوندو بخيزون ألاز باش ما نكذبوش على الناس، نحضروا الواقع. إلا عنده بروفيل وما كان في المنتخب الفرنسي الأول، son premier choix va être la France sincèrement. الا ما عندوش مكانه مع المنتخب الفرنسي الاول راح بعد ذلك ربما ينتظر، اللي اونكور جان مازالو صغير في السن، ممكن ينتظر سنه ولا سنه ونص وبعدها يختار، الا فقد الامل يختار اللعب للمنتخب الجزائري. وميكايل اوليس افضل دليل، يعني ما نوليوش السنوات قبل، نروحوا فقط اشهر قليله الى الخلف، كان في حديث كبير على قدوم ميكايل أوليز للمنتخب الجزائري. بعدها لما دار ألعاب أولمبية في المستوى مع المنتخب الفرنسي وكان تيتولار انديسكوتابل، وبعدها تحدث تيري أونري بلي اللاعب حب يلعب للمنتخب الفرنسي، اختار المنتخب الفرنسي، وزاد قام بتصريح بعدها قال فيه بأنه ما كان أول خيار بالنسبة له في قلبه وعقله كان المنتخب الفرنسي. لذلك هذه هي لوجيك دي شوز، اللاعبين المستوى الاول اللي عندهم بروفيل المنتخب الفرنسي يلعبوا في المنتخب الفرنسي باش ما نقعدوش يعني نحاولوا نجملوا ما لا يجمل. اللاعب اللي عنده بروفيل تاع ليكيب دو فرانس يلعب في ليكيب دو فرانس، اللاعب اللي ما عندوش بروفيل في ليكيب دو فرانس ينتظر قليلا وبعدها يلبي نداء سواء الجيري سينيغال. لماذا تعمم هذه القاعده ميدو؟ ربما بعض اللاعبين يفضلون الجزائر. مدرب المنتخب الوطني السابق كان صارح في هذا الموضوع وتحدث، قال لك اعطيني لاعب منذ الزيتون اختار المنتخب الجزائري، او شيخه اختار المنتخب الجزائري هداف اليوث ليج. نعم. اللاعب الاخر الذي يلعب في الدوري الالماني مازا اختار المنتخب الجزائري ميدو، انه يلعب مع المنتخب الالماني اقل من 20 سنه، اقل من 20 سنه. دومينيك يلعب في المنتخب الالماني، دومينيك قال في تصريح سابق ان الاتحاد لا دومينيك على بودبوز، نعم في تصريح سابق قال باننا اتصلنا برياض بودبوز من اجل دعم المنتخب الفرنسي ولكن المنتخب الاولمبي، ولكنه فضل المنتخب الجزائري. المنتخب الاولمبي وكان عنده تشالنج كبير، اسمح لي امين، اللي هو كاس العالم. زياني كان في مارسيليا في ذلك الوقت واختار لاعب الجزائري. كاين بن طالب ايضا نشفنه كان في عمره 18 سنه، كان لاعب اساسي مع توتنهام وكان واحد من ابرز المواهب في وسط الميدان في العالم. نعم. كان رائع، كان في هذاك السن 18 سنه كان خرج ودار فيديو وتكلم قال انا راني حاب نلعب مع المنتخب الجزائري حتى قبل ما يتصلوا به. ومن بعد جا هناك استثناءات، انا نوافق ميدو راه يهضر لك بالعموم القاعده العامه، من بعد الشاذ يختص ولا يقاس عليه. ميدو عنده الحق، ولكن كاين واحد المعلومات يا بنا نمد المعلومات وفقط من بعد الناس تحكم. مغنيس هو عنده واقيلا يماه اوروغوايانيه ولا باباه اوروغوايانيه ويماه جزائريه ولا العكس باش ما نخلطش. كان اتصلت به الاتحاديه الحاليه، كان مد الموافقه تاعو قبل شهر جوان، الموافقه المبدئيه باللي يجي يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري. بعدها تسربت المعلومات حول هذا الامر، محيط اللاعب زعفوا
قال لك نورمالمون ما تخرجوش المعلومه هذه باسكو راح يديروا ضغط النادي تاعو ولا حتى مسؤولي مسؤولي الكره الفرنسيه راح يديروا ضغط عليه باعتباره واحد من ابرز المواهب الفرنسيه الصاعده بقوه راح يديروا له مشاكل كي تخرج هذه المعلومه بعدها ما على باليش واش صرا موراها كيفاش راهي تسير الاتحاديه هذا الملف الذي يحاط بسريه تامه من حقها لانها ضربت من قبل بعد تسريب الاخبار الان اعتقد انه الاتحاديه تحيط بسريه كامله في هذا الملف هل تؤكد بانه كان اتصال بين الطرفين